هذا وحصلت قناة السعيدة على صور تظهر اللحظات الأولى للاحتكاك بين المتظاهرين الحوثيين والجنود قرب مجلس الوزراء. وأظهرت الصور مجموعة من الجنود وقد كونوا سلسلة لمنع المتظاهرين من اختراق الشارع والوصول إلى مبنى الحكومة. وعكست الصور أيضا الروح الإيجابية جراء التفاهم الذي أبداه الجنود والمتظاهرين أول اللقاء المباشر بين الجانبين، وكذا محاولة الطرفين إقناع بعضهم البعض، غير أنه مع استمرار الجنود بإقناع المشاركين في التظاهرة بالعدول عن التوجه إلى مبنى الحكومة سرعان ما تغير الأمر مع تلفظ أحد المتظاهرين ويرتدي زي جنود الصاعقة على أحد الضباط واصفا إياه بأنه داعشي. ومحاولة المتظاهرين التقدم دون اكتراث للمحاولات السابقة التي قادها بعض الضباط والجنود والهادفة إلى ثنيهم عن التقدم باتجاه مقر رئاسة الوزراء، الأمر الذي أدى إلى مباشرة الجنود إطلاق النار بكثافة وتراجع المتظاهرين.